اليوم حلم جميل، حلم نفتخر فيه أن نكون جزء من فريق متكامل ليحول هذا الحلم الجميل إلى حقيقة أجمل وأجمل. 3 سنوات مضت على انطلاقة اليوم، كما تتذكروا في 2017 سمو سيدي أعلن عن انطلاقة اليوم، وفي ال3 سنوات الماضية الكل كان يعمل بجد وإتقان لنكمل الفرحة الجميلة وهو أن نحول هذا الحلم إلى حقيقة. فماذا كنا نعمل في ال3 سنوات الماضية؟ أولا عملنا على وضع الاستراتيجيات المتكاملة لكل قطاعات نيوم الاقتصادية، وهي 16 قطاع بل أكثر، واستغرق منا العمل في الاستراتيجيات 2 سنوات متواصلتين. عملنا مع خبراء العالم، عملنا مع كل المستشارين، عملنا كفريق، وقررنا أن نأخذ الوقت لنبدع، لأن نيوم وحلم نيوم اعتبرناه أمانة في أيدينا، ويجب أن نبدع في صنع هذه الاستراتيجية تحت قيادة سمو سيدي الأمير محمد رئيس مجلس الإدارة. عملنا مع مجلس الإدارة بكل ما لدينا من قوة وإتقان لنحول العمل إلى استراتيجية. نفس الوقت كنا حريصين على بدء بنية تحتية في نيوم. افتتحنا مطار نيوم بيه، وهو مطار يخدم نيوم مباشرة. بدأنا العمل في وضع كل البنية التحتية لنستعد للبناء، لأن بعد الاستراتيجيات يبدأ التخطيط، وبعد التخطيط يبدأ التنفيذ. فهكذا قضينا ال3 سنوات الماضية. مخطط ذا لاين هو باكورة ال3 سنوات الماضية لنبدأ العمل في التخطيط الحضري الكامل لنيوم. طيب، وكما أشار سيدي سمو ولي العهد أن ذا لاين عبارة عن ثورة في التخطيط الحضري، ليس لنيوم فقط إنما للعالم بأجمله، ونحن نأمل أن العالم يتلقى هذا التخطيط الجميل والجديد والحديث والمستقبلي لينقل العالم كما أشار سموه من ما قصيناه من التخطيط الحضري اللي بدأ يؤثر على حياة الإنسان إلى عكس هذه المسيرة لتكون مستقبل جميل لليوم وللعالم بأكمله.